ديد. إذا ما قدرناش بنلقى نضطر إنه ندخل صفة من الصفات الأخرى، يعني الصفة الثالثة. طيب حلو. كمان تضيف حاجة يا عبد الملك؟ مش مقاطعك ساعة هو، لأن أنا حسيت فقط خلصت. تمام، أوكي، عاد في حاجة؟ لا خلاص واصل، إنه أنا بأصل الشبكة الحين تقطع بكل مرة بكل مرة، يعني هو أنا حاضر معاك المحاضرات كامل بس يقل الآن، والشبكة بنفسها تفصل يعني حتى اسمي ما عاد أسجل وجه. ايوه، لا، في ناس مشاركيني وانت من بينهم. انت يعني هذول الاشخاص انا يعني عارفهم بس محدده، وفي ناس كمان يشاركوا احيانا بالشات، احيانا بس احيانا مش دائما، يعني من كثر الشرح ما عاد انتبهش على الشات. في كمان في بعضهم اللي عندهم زي مثلا احيانا وسيم مثلا يكتب، لانهم مستغربه يعني في كتابه، في حاول انه يقول لي انا موجود هنا، هذا مركزه. وبعدين كل الناس الحاضرين يعني واضح من اللي يشارك من اللي بيشاركش، يعني ما تقلقوش من الحكايه هذه. طيب نيجي على السلايد اللي بعده، هذه في فعلا صحيح، في احيان كلام بالشد غير، لذلك عادي ما بخليكمش على اساس، وخليني انا اقول وكاننا ما يعني شوفوا احيانا بالدردشه بالشات. يعني في احيانا انا اقراها، وفي احيانا اشوف حاجه مش مهمه، بس انا ما علقتش الى الان، لانه انا اعتبرها وكانكم اشتي احسسكم وكان احنا بداخل القاعه. مش دائما، يعني احيانا يحصل كلام جانبي والدكتور ما يسمعش، لذلك اني احاول اتعامس وكانه لكم، اشتي احسسكم بس وكان احنا بداخل القاعه وكانكم كل واحد جالس جنب صاحبه واني اتعامس، عشان كذا ما اعتبرهاش حاجه، ما بغيش اي شيء، يعني حتى لو في كلام جانبي بالشات ما حطوش انا باعتبار جدا يعني او شيء، لا يعني حاسه خليكم شويه تنفوا عن انفسكم، يعني مش يعني تحسوا وكانه بداخل قناه على حق على يعني احاول على قد ما استطيع انه احاول نحسس بيك انه في قاعه فعلا موجوده، في مشاركه، في كلام. وعلى فكره بالمقرر هذا حسيته غير المقرر الأول صراحة، مع إنه أغلب الناس اللي من المقرر الأول هم كمان يشاركوا بالمقرر، وفي ناس كانوا يشاركوني بالمقرر الأول ما عاد سمعت لهم صوت بالمقرر هذا خالص. يعني حاول قدر المستطاع إنه إحنا موجودين ونناقش يعني وكذا. وحتى حكاية اليوم وسيم وكتاباته على هنا، حتى لو في مشكلة بالمايك كمان كانت حلوة على فكرة، واحتسبت لك يا وسيم. طيب نجي على السلايد الثاني، قلنا على أي أساس حدي كمان، زي ما اتكلم كمان عبد الملك سيف وقال إنه بنحدد البيانات الموجودة قدامنا. طيب حد بس كذا يقول لي من هنا اللي حددنا، فإيش اللي قلنا بالضبط بالسلايد هذا؟ يا ريت البقية يشاركوا. ها شباب البقية يا ريت تشارك، احنا ايش قلنا؟ ايش معناته فيتشرز فيكتور؟ ايش معنات فيكتور سبيس موديل؟ ميزات المتجهات قد جاوب وسيم. طيب ولو يعني هو صحيح انه يجاوب، ولكن كمان انتم ايش اللي افتهمناه؟ انه احنا نبدا نسمي، يعني نسمي الان كل صف نقدر نقول فيتشرز فيكتورز، وكل هالماب حقنا تسمى فيكتور سبيس موديل. طيب كمان هنا لو تطرقنا بس لانه ما قطع علينا، احنا بنشوف في معك good features وفي معك bad features، وما تطرقت لهاش انه على اساس نحن قد تطرقنا لها بالبداية، وقلنا ال good feature معك الويل والهايت والوايت، والباد feature بتكون معك الكلر، ولكن جينا نشوف من ال good features اللي احنا حددناها بالبداية ما استخدمنا للويت والهيت بس، الهايت بس ما عاد استخدمناش الوايت. طيب جينا وقلنا بعدين على اي اساس بدينا ايش على هذا السبب، ليش اللي حددنا هذه ايش كانت الغرض منه؟ قد مكتوب تريننج داتابيس، يعني انه تدريب الداتابيس وادخال البيانات الداخلة طيب ادخال البيانات وعلى يعني ايش اللي بالعملية هذه ايش كصفات، يعني عملت ايش؟ ادخال البيانات كصفة اللي هي يعني احنا عملنا هنا عملية كلاسيفيكيشن، نقدر نقول هنا عملية كلاسيفيكيشن الأولى،
يعني فقط عملية كلاسيفيكيشن باعتماد على الويل. طيب بعدها حددنا طيب احنا قلنا هذه ايش هي بالضبط؟ لما حددنا الكار 4 والبايك 4 هذه العملية ايش قلنا به؟ ايش فيها هذه العملية؟ ايش بيكون عملية ايش؟ هذه حق الويلز، إذا كانوا أربعة فهي سيارة، وإذا كانوا البايك يعني البايك ما يجيش أربعة أبدا. بدينا قلنا أول شيء، بعدين قلنا إنه البايك إنه ما يجي إلا اثنين فقط، هنا قسمنا أكثر إنه يكون 25% إنه يكون معه أربعة البايك، والسيارة إني 25% قد يجي مع اثنين. ممتازة. بكرة يعني بنبدأ نعمل عملية القارنة، بدينا نكتبها بشكل معادلة، وقلنا هنا يا إما نستخدم البروباليتيز كعملية استيميشن، عملية تقييم كيف بمشي على أي أساس، ومن هذه الناحية حصلنا فيها مشكلة، لذلك رحنا بدل المشكلة هذه ايش عملناها؟ دخلنا الهايت، وكمان عملناها بشكل بروباليتيز أو بشكل ديزيشن تري، وكذا تم بحمد الله. طيب أي سؤال؟ أي شيء حد؟ لأنه كذا خلصنا تقريبا، بس في معكم عاد معانا الوقت تقريبا، عاد معكم ربع ساعة. بالربع ساعة دي في معكم أي سؤال؟ أي شيء؟ هذا وقتكم الآن، في معكم ربع ساعة من وقتكم. حد حابب يشارك بأي شيء؟ أي سؤال؟ أي شيء قبل ما أغلق محاضرة اليوم؟ أي حاجة مش واضح؟ في حاجة براسك تشي تسألني عليها؟ وعلى فكرة ما تخش حتى قد شرحنا، ولا حد يجي مثلا بآخر محاضرة ويقول ما مثلا مستحي يسأل سؤال لا يطلع سؤال، لا عادي احنا حتى لو نوضح لك. انا الآن انت كطالب بكالوريوس ممكن اوضح لك الآن، لكن عيبه بعد ما تخلص البكالوريوس تجي تسأل حاجة ما افتهم لك، هنا بتكون عيب، لانك قد تكون يمكن انك يعني بتقود وبتشتغل لكنك تقول حاجة ما افتهمنيش، هذا هنا انا اعتبره هنا عيب. لكن الآن حتى قد احنا مع معانا محاضرة ونكمل المقرر ومع ذلك عادي، لو في معك اي سؤال تقدر تسألني مباشرة. وظيفة المدرس هنا انه يوضح للطالب، مش يتمهزأ ولا يقول شرحته ولا شيء، ولا لذلك ابعدوا لي حاجة انه تقولوا مثلا لا عن نكون سؤال، لا اسأل اي سؤال، العيبة بحقك لما بعدين تجي وانت مش فاهم. ما فيش اي سؤال ولا حد يسأل ولا شيء، اختتم محاضرة اليوم. طيب أنا إلى اليوم أعتبر كملت مقرر ماشين ليرنينج بالنسبة لي. خلينا نقول المحاضرة الأخيرة، المحاضرة الأخيرة بحاول قدر الاستطاعة قد أجيب لكم آب، أو أنتم اللي بتجيبوا الآب تختاروا. يا ريت المحاضرة الأخيرة الكل يكون متواجد، يعني أنا الآن من هنا أنا قلت شوفوا يعني على مدى المحاضرات الأولى اللي مشى ما جبرتش حد إنه يكون متواجد، لكن آخر محاضرة يا ريت يا ريت، وكأنه إجباري لأنه هي محاضرة بتكون فيها discussion يعني مناقشة، فيا ريت لو الكل يكون متواجد، يا ريت لو الكل يكون مناقش. آخر فرصة كمان إنك تكسب درجات بيكون المحاضرة القادمة بإذن الرحمن. طبعا إذا كان في تفاعل وناقشتم أنتم بنشوف اللي أنتم ناقشتوه، إذا ما فيش أي تفاعل يعني ولا شفت كذا بضطر إنه نجيب زي ما اليوم وعدينا، بس أنا أشتيها على أقل أقل. كتبت حاجة يا وسيم مش ظاهرة عندي، بس دقيقة هذا يعني أهم شيء يكون فيه كويس. ها هو المشكلة إنه أنا كنت أفكر إنه نعمل، لكن هو ما اشتيش يعني. شوفوا أحيانا لما أقول في كويز أو في أو في مذاكرة، ما يعني شوفوا هو مش معناته انه كويز انه بهذيك هو اللي بيجاوب بيحصل على الدرجة. تمام فهم لي يا وسيم؟ فهم لي انه لا، بس انه انا بعمل لك فرصة بالمحاضرة الأخيرة انك كمان تكسب درجات. في ناس معينة فقط اللي هم الآن حاصلين درجات للآن معي، درجات مشاركة، الباقية مش موجودين أبدا، فخلي هذه المحاضرة بتكون يعني تكون إجبار، خلينا نقول إجباري لأن هي محاضرة واحدة مستحيل انه ما حدش يقدر يحضرها. فيا ريت لو الكل يكون متواجد نناقش فيها كل المواضيع، ما بقولش لا كويز ولا اقول سؤال ولا اقول امتحان ولا بقول شيء، لا بقول تكون متواجد، كل ما ناقشت اكثر كل ما حصلت على قد، بحيث انه مش بعدين بالاخير ترجع تقول ما ادري كيف، لانه وزي ما قلت ما بنقصش اللي ما شاركوش، بس معناته انه اذا اخفقت بالنهائي او مثلا بالتكاليف او كذا، اللي بيشارك هو اللي بيحصل على درجة مساعدة، اللي مش بيشارك ما بيحصل لدرجته. اتفقنا؟ خلاص تمام لي. تمام طيب إذا أشوفكم طيب بنفس الوقت الخميس صح؟
ايوه تمام. طيب بنفس الوقت الخميس بيكون على الساعة 4 بنفس المكان بنفس الوقت. اكتبوا لي الآن أسماءكم على الشات كتحضير، وكمان التكاليف يكونوا متواجدين، يعني خلينا نقول يوم الخميس، يا ريت يكون قبل الخميس، ما لم بيكون الخميس اللي بعده آخر يوم لاستلام التكاليف. يعني يا ريت يا ريت لو الكل يجيب حق التكاليف هذا الخميس، ما جبتمش هذا الخميس بتجيبوا له كآخر يوم الخميس اللي جاي. تمام، من بعد الخميس، يعني من بعد الخميس اللي بيجي آخر يوم، أو بنخليه كفرصة نهائية اللي بعده. بعد هذاك الخميس ما بقبلش من أي حد. طبعا كيف بتجيبوا له؟ يا خلوها مثلا جيبوا لعند وسيم الله يرضى عليك، بجيب لك التكليف هذا، تجمع لهم كلهم بملف واحد ترسلوه مرة واحدة. يعني عادي، حتى يمكن ترسلوه بمجموعة التليجرام على أساس يكون عندكم. صح، أنا قد خرجت من التليجرام، خلاص ما فيش معنا أصلا مجموعة، خلاص يرسل لي وسيم بعدين تحطه على الواتس مباشرة. تمام يا دكتورة، بالنسبة للتقسيم على أساس اللي هم المجموعات اللي هم حق المشروع ولا إيش؟ احنا والله انا قد نسيت كيف كان التقسيم اخر مرة، بس انا كلمتكم كيف كان، والله قد نسيت ايش كان، على ايش اتفقنا نحن، ايش كان اتفاقنا، ما اتذكرش. نفس الاتفاق اللي قلنا عليه المرة الاولى، ما حد يذكر مننا، وانا حتى مش متذكرة بالضبط، ولكن بس الان خلاص اشوف الشات، اشوف الان الشات كاتب وسيم التقسيم كان بشكل اختياري، فلو تتذكروا ايش، او لو فشوفوا ايش بالضبط. انا اللي اتذكر انه اللي كان يقول اللي نشتي بشكل مفرد، قلت تمام عادي ما فيش اي مشكله تعملوا بشكل مفرد، او انكم تعملوا فنسيت يا حكايه دكتور أصلا تقسيمه. المحاضرة قليلة المحاضرات. ايوه، لذلك قلت لكم زي ما عملنا، بس في حد منكم كان يقول عادي لو وحده، قلت له عادي، اما هو انا يفضل لو تكون مجموعه جروب، ويا ريت لو يكون مواضيع كده، لانه تستحق. يعني بعمل درجات يعني درجات كثيره بتكون، هي عباره بيكون هذا التكليف حق التلخيص بيكون عباره عن اللي بتكون درجتك حق النصفي، فيا ريت لو تعملوها بتكليف يكون مش اي كلام. تمام، طيب اذا اشوفكم على اخر الان الكل كاتب اسمه، يا شباب الكل، بنات الكل كاتب اسمهم. طيب إذا أشوفكم إن شاء الله على خير المحاضرة. هنا التكاليف اللي كان عبارة عن التلخيص اللي احنا تكلمنا عنه، ليش مش حاصل الأسهاء هنا الأسماء؟ طيب كذا بس، سونا صلاح، وسيم، منار، نوال، ذو الكفل، يعقوب، أبو بكر، أحمد أمين، محمد منصور، أبو بكر، عهود، وملاك منصور. طيب خلاص، ومروة، ونسيبة عبد الرحمن. إذا أشوفكم على خير، في أمان الله.